ربما تأثرت مثلي بصور ضحايا الزلزال الذي ضرب مؤخرا سوريا وتركيا، والذي أسأل الله أن يرحم ويغفر للمتوفين ويشفي الجرحى ويجبر قلوب المنكوبين من أمهات ثكلى وأبناء يتامى وزوجات ترملت ومحبين فقدوا أعز ما لديهم من أقارب وأصدقاء وجيران وأموال وعقارات ومنقولات نقدية كانت أو عينية. وشكرا لكل من مد يد العون ولو بالدعاء. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وتعال نتكلم اليوم عن إدارة الأزمات تعميما للفائدة ونشرا للوعي. وإذا كانت زيارتك هي الأولى لي، فأتمنى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وإذا كنت من الأصدقاء فزر الإعجاب في انتظارك، ومشاركة المحتوى مع من تحب هي هدية أتشرف بقبولها. مرحبا بكم. في البداية وجب التنويه أن هذا الفنجان توعوي أكثر من ما هو للتسلية وقضاء الوقت في يوتيوب، والمعلومات الواردة هي نتاج تخصصي شخصيا في إدارة الأزمات. ولكن ما هي الأزمة؟ سؤال مهم، وتعريفه كالتالي: الأزمة هي نمط معين من المشكلات أو المواقف التي يتعرض لها فرد أو أسرة أو جماعة أو مجتمع. ومن التعريف يمكننا تقسيم إدارة الأزمات إلى 3 مراحل: قبل الأزمة، أثناء الأزمة، وبعد الأزمة. قبل الأزمة هي مرحلة مهمة، فيها يبدأ التخطيط وبناء فرق العمل المختلفة وتوقع سيناريو الأحداث قبل حدوثها. وتقسم مرحلة ما قبل الأزمة إلى مراحل فرعية أصغر، تحدد لكل جهة أو فرد في فريق العمل أدواره المناط بها ومن يقوم محله في حالة غيابه أو تعذر الوصول له لأي سبب كان. أغلب ما تقوم عليه هذه المرحلة هي تدريبات محاكاة لسيناريو أزمة ما، وأيضا تحديد مكامن الضعف ونقاط القوة لوجستيا وفيما يخص الموارد البشرية والتوزيع السكاني ومراكز الإيواء وفرق الدعم وطرق وصول فرق الإنقاذ. أثناء الأزمة هي المرحلة التالية، وفيها يكون العمل أكثر واقعية، وينبغي أن يتم تطبيق التدريبات والنظريات وأيضا تنفيذ خطط العمل المتفق عليها في المرحلة الأولى. هنالك أمر مهم: لا مجال للعشوائية، لأن ذلك سيتسبب أغلب الأحيان في الفوضى، وهذا أكثر ما نخافه في الأزمات. هنالك قاعدة معروفة ينبغي أن تكون نصب أعيننا: أنقذ نفسك قبل أن تنقذ الآخرين. وأيضا ابتعد عن التهويل الإعلامي ونشر الشائعات، لأن ذلك يزيد في إطالة أمد الأزمة، وقد يحرم المساعدات من الوصول لمستحقيها. المرحلة الثالثة والأهم: ما بعد الأزمة. خلاص الحين حدثت الأزمة أو الكارثة، وقدر الله وما شاء فعل، واستطعنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الحين دور فرق تحليل البيانات، والتي ينبغي أن تقوم بعمل مسح كامل للبيانات وتقوم بتحليلها، بحيث تتمكن المؤسسات الحكومية من معالجة أماكن الخلل إن وجدت أو تقليل آثارها في حالة الكوارث الطبيعية. علشان نفهم أهمية إدارة الأزمات، كل واحد منا يشوف كيف تعاملت بلاده مع أزمة كورونا، وهي أزمة عالمية، ويقارنها مع الكلام السابق. أو من الجيد أن نتعلم من تجربة اليابان مع الزلازل وكيف حاولوا التخفيف من تبعاتها. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر أنه لا يغني حذر من قدر، ولكن ينبغي الأخذ بالمسببات لكي نكون في السليم. طابت أوقاتكم.